عندنا لفة سريعة كده في الدوري المصري في الجزئية ديت، وهبتدي مع حضراتكم بالنادي المصري تحديدا. مصري كان ابتدى أول 3 ماتشات له في الدوري، خسر قدام سيراميكا وبعدين اتعادل مع بيراميدز ثم فاز بثنائيه على ام بي. ده كان المشوار بتاعه كده السريع جدا زي ما كل الفرق عملت مشوارها. طيب المصري عنده ماتش الزمالك يوم 26 في ربع نهائي كاس الكاس، وبعدين هيقابل الزمالك مره تانية يوم 1 ديسمبر في الدوري. انا معايا على التليفون كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للنادي المصري. كابتن حمد اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الفل، تحياتي. حبيبي يا كابتن ابراهيم، تحياتي ليك. اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ والله تمام، ربنا يخليك حبيبي. بسال حضرتك على تقييمك لنتائج المصري لحد دلوقتي. والله انا شايف ان هي يعني النتائج الحمد لله ماشيه بشكل معقول جدا، ما عدا مباراه سيراميكا اللي هي الاولى، لكن برضو الحمد لله يعني فرقه سيراميكا من الفرق الكويسه، لكن طبعا كانت مباراه بالنسبه لنا احنا يعني ادتنا يعني جرس كبير جدا ان احنا نبدا نعدل شويه في شويه حاجات، لكن الحمد لله رب العالمين الامور مشيت تمام في مباراه بيراميدز ومباراه بعد كده انبي. الحمد لله قدرنا ناخد 3 بونت، فادت ثقه كبيره جدا للعيبه الاداء في بيراميدز والمكسب بتاع انبي، فدولك يعني طمانينه ان انت تقدر تشتغل بشكل كويس يا كابتن. اتعاملتوا ازاي يا كابتن حمد مع الكلام اللي اتقال مع المباراه الاولانيه انه قد يكون هناك تفكير في تغيير الجهاز الفني؟ اتعاملتوا ازاي مع الكلام اللي تردد في الوقت ده؟ لا ده كلام اي كلام، احنا مش عشان نشغل بالنا بالكلام اللي هو ملوش يعني معنى عندنا، لان ده كلام بيتقال من بعض الاشخاص ملوش لازمه عندنا، لكن احنا متعاقدين مع نادي ومتعاقدين مع مجلس اداره برئاسه استاذ كامل ابو علي، راجل يعني في 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 الميزان تقدر تشتغل معاه يا كابتن ابراهيم، تقدر تفكر، لان هو راجل فعلا بيعرف يدير منظومه، بيعرف يفكر في الكلام ده، فالكلام ده بيتقال من اي حد، ما بنشغلش بالنا بيه يا كابتن ابراهيم. هتلعبوا الزمالك مرتين ورا بعض بفاصل زمني اعتقد اسبوع، مره في الكاس ومره في الدوري، هتتعاملوا ازاي مع اللقاءين دولت؟ هي مباريات طبعا مباريات مهمه جدا، مباراه الكاس يوم 26 ودوت الكاس القديم، وده حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله، ويعني انت هتلاعب نادي كبير وهتبقى مباراه. ده الكاس القديم، ده الكاس القديم الجديد يا كابتن حمد. اللي هو كان جديد السنه اللي هو كان اللي جديد السنه اللي فاتت اللي هو السنه دي اللي هو كان الجديد السنه اللي فاتت، لان احنا خلصنا هو شويه لخبطه في القديم والجديد في اللعب في الكاس. لكن انا بقول الحمد لله ان شاء الله هي مباراه كبيره، وفرقتين كبار، فرقه نادي الزمالك فرقه كبيره، وطبعا فرقه نادي المصري فرقه كبيره، وان شاء الله باذن الله نعمل حاجه تبقى مختلفه بالنسبه ان شاء الله بالنسبه للنادي المصري، ويعني هتبقى مباراه كبيره يا كابتن ابراهيم، انت بتلعب نادي كبير، ومباريات الكاس انت عارف ملهاش حسبه، لكن اللي هيشتغل ال 90 دقيقه هو اللي ان شاء الله يبقى من نصيبنا باذن الله. في لعيبه من مصر كانت من وجهه نظر حضرتك تروح منتخب مصر تستحق؟ والله انا قلت قبل كده ان احنا طبعا عندنا مجموعه لعيبه كويسه جدا، لكن يعني انا بقول ان احنا الحمد لله النادي المصري بقى بيتاخد من عنده 3 لعيبه، وده حاجه برضو من الحاجات المهمه، لان جاد كان بقاله فتره بعيد عن المنتخب، وكان حسين السيد بقاله فتره بعيد عن المنتخب، مروان يمكن هو اللي كان موجود في المنتخب، لكن انا بقول ان يروح 3 لعيبه دي حاجه كويسه، لكن انا كان يهمني ان يبقى عدد اكبر من اللعيبه، لان دي بتدي ثقه للعيبه وبتديهم برضو تنافس بينهم وبين بعض، فدي حاجه من الحاجات المهمه ان انت يبقى عندك عدد من اللعيبه موجودين في المنتخب. انا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا يا كابتن حمد، وبتمنى لكم ان شاء الله باذن الله كل التوفيق الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للنادي المصري. تعالوا